الحمد لله، الحمد لله على كل حال. لله ما طول لي ما اخذ. الله يرحمه مسكين ويوسع عليه. السي بن الفتوح غني عن التعريف في الساحه، في ساحه الاعلام. كي تيقولوا شي وحدين اللي تلقاو الخبر، السي بن الفتوح راه مدرسه في الصحافه ومثال اعلى وقدوه ديال كل ديال اغلب الصحافيين اللي كنعرفهم انا شخصيا. هو راجل خالتي، دونك هذاك الشيء علاش حنا جينا هنايا، هو راه تيجيني من العائله. راجل خالتي الله يرحمها مسكينه، وبهذا الفاجعه غادي نقول لك تنترحموا عليه جميعا وتنقولوا انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبر عائلته وليداته، الله يرحمه ويوسع عليه. اللهم ارحمه برحمتك الواسعه وادخله فسيح جنتك مع الذين انعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء. والله يرحمك عمي بالفتوح. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.